يسأل ويقول: يحدث خصام شديد بين أبي وأمي، كيف أصلح بينهما؟ وإذا لم يستجيبا فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع من الإصلاح بينهما وتسوية النزاع بينهما، ولو كلفك هذا شيء من المال فإنك مأجور على ذلك. الإصلاح إصلاح ذات البين مطلوب بين المسلمين عموما، فكيف بإصلاح ذات البين بين الوالدين أو الأقارب؟ هذا من باب أولى وأجره أعظم، فحاول جزاك الله خيرا أن تصلح بين والديك وأن تذهب ما بينهما من الشقاق والنزاع، وأنت مأجور على ذلك. فإذا فعلت ما تستطيع وقمت بالمحاولات ولم يحصل المطلوب فقد أديت ما عليك. نعم.